اتصل بي أحد الأصدقاء، أحد المتابعين من العراق، ولفت نظري إلى هذا القانون الذي لم أسمع به من قبل. وبالفعل جوجلت وانتبهت أن هناك قانون أصدره السوداني، شياع السوداني، وهذا القانون يمنح الجنسية العراقية لكل من يبقى في العراق لمدة عام ويكون حسن السيرة والسلوك. طبعا لا يوجد مثل هذا القانون في العالم. هذا القانون أصدره محمد شياع السوداني بعد زيارته الخاطفة إلى طهران واستدعائه من قبل علي خامنئي المرشد العام الإيراني. هناك كتل بشرية كبيرة شاركت مع إيران في حروبها وشكلت جزءا من ميليشياتها وأظافرها في المنطقة ومخالبها في المنطقة. الآن هي وعائلاتها لا يمكن لإيران أن تستقبلها. إيران بلد عنصري من الطراز الرفيع، لا يمكن أن تستقبل هؤلاء، فتريد أن تستخدم العراق كمكب للنفايات البشرية، وتريد أن تأتي بهؤلاء وعائلاتهم إلى العراق.